عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، حيث انطلق شوطنا الأول للجعدان محليات الأصايل، والذي يعتبر في تعداد الأشواط شوطنا الثالث، مع تمنياتنا لكافة المشاركين بالتوفيق في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. على بركة الله وتوفيقه، يسرني أن أرحب بكل المتابعين، يسرني أن أرحب بكل الشعارات المنطلقة والأسماء المميزة في هذا الشوط وفي هذا المسار أيضا، والتحدي المثير. مباشرة نسير إلى المقدمة مع المركز الأول، هذا هو غازي يتقدم بشعار سعيد بن عامر، سعيد بن سالم بن عامر بن علي العامري من يتقدم على المقدمة. ثانيا مبشر شعار عبد الله بن خلفان بن علي برفيسة، عليك تبي مرحبا بك يا شعارك يا ابو خلفان المتقدم في هذا المسار. على المتقدم هناك ايضا بانطلاقة مبشر في هذا الشوط، كما تقدم مع الكثير من الاسماء الجميلة والمميزة في عالم سباقات الهجن. نقلتنا الى المركز الثالث، على القدوم في هذه اللحظات، على القدوم هناك ايضا، واللي طمن اهالي الخزنة هنا في هذا الشوط، اللي طمن اهالي الخزنة بقدوم مياس الواصل في هذا المسار. المتقدم شعار عبيد بن علي بن سويدان المنصوري يقدم لنا شعار ويقدم لنا مياس في هذا الشوط، اللي ما ذاق طعم الهزيمة في هذا الموسم ولا في الموسم الماضي في هذا الميدان. بينما المركز الرابع القادم مشاهدينا متابعينا الكرام، الواصل في هذه اللحظات من المتحد خليفة بن حمد بن مبارك بن عور الخيلي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع. نقلتنا إلى المركز الخامس، وصول وتقدم من الشبل علي بن محمد بن سعيد عال سويدن. والمركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل هملول، تقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار القادم في هذا الانطلاق بشعار أحمد بن سالم سلطان بن كلثم الخيلي، يقدم لنا انطلاقة هملول. بينما هناك الوصول والتقدم
المتقدم من شعار ابو محمد الواصل في هذه اللحظات يقدم لنا عاني محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري، وهناك ايضا اسراب حمد بن علي بن حمد بن اداه المنصوري. هكذا نتيجتنا، هكذا المسار، هكذا الشعارات والاسماء المميزه، الاسماء الجميله والانطلاق المميز في هذا المسار وفي هذا التحدي المثير. يا سلام، ياهي انطلاق، ياهي تحديات، ياهي اثاره هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار المميز. نعود والعود احمد لمنشوط المحليات للجعدان، لسن الثنايا، لمن ما بين هذه الاسماء المميزه والجميله والانطلاقات الجميله هنا في هذا المسار. الله، اغتربت الاسماء، اغتربت الشعارات هنا. والله نعود الى البدايه، المنحنى الاخير ومن ثم المسار المستقيم نحو خط النهايه في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. نعود الى البدايه الاولى، ضيف قادم الى هذا الميدان هو من احتل المقدمه، من احتل الصداره، غازي سعيد بن سالم بن عامر بن علي العامري يتقدم على البدايه، يقدم لنا غازي ويقدم لكم غازي، يقدم لكم تحياته هنا في هذا الشوط. ولكن المركز الثاني القادم، هناك ايضا المتحد في هذا الشوط خليفة بن حمد بن مبارك بالعول الخيلي يتقدم في هذا الشوط. شعارك يا ابو حمد. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، مبشر، بشروني عنك ما يدرون عني، يتقدم مبشر عبد الله بن خلفان بن علي برفيس الاكتبي، وتدخل هناك مياس، ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلعي كوس. روح يا راعي مياس في هذا المسار. عبيد بن علي بن سويدان المنصوري يتقدم في هذا الشوط، يتقدم بكل طمانينة هنا في هذا المسار في هذا التحدي. ولكن أشوف الشبل، شعارك يا السويدن يقدم لنا الشبل اللي تدخل على المركز الرابع، اللي تدخل على المركز الرابع. الشبل كان وصيفا للسيارة في الموسم الماضي، يتقدم في هذا الشوط. هملول وصل بشعار بن كلثم، يقدم لنا انطلاقة هملول في هذا المسار الجميل والتحدي. هناك أيضا على البداية، على الصدارة الأولى، على صدارة هذا الشوط. الله، وين المقدمة؟ وين الصدارة؟ والشوط وينه يا جماهير، يا محبين، يا متابعين؟ الشوط وينه؟ وين بيصير هذا الشوط؟ والله انه عايبنا هذا الشوط هنا في هذا المسار. اغتربت الأسماء في هذه الانطلاقات في هذا المسار. وينك يا مياس وراعي مياس؟ وينك يا راعي مياس هنا في هذا المسار الجميل؟ على البداية العامري. روح شعار بو سالم سعيد بن سالم بن عامر العامري بانطلاقة غازي. 1200 1200 يا أهل الجعدان، 1200 يا أهل الجعدان، يا أهل الجعدان في هذا المسار. حركوها للخزنة مياس، حركوه واللي فيها حركوه. باحثين عن الناموس، باحثين عن شوط المحليات للجعدان لهذا الانطلاق لهذا المسار الكيلو متر الأخير والخطير في هذا المسار الجميل. الله 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 على هذا العرض الجميل ما بين مياس وغازي، ما بين غازي ومياس في هذا الانطلاق والمسار. حركوا غازي وراح غازي على المقدمة إلى هالي العين، إلى هالي العين. الناموس يتجه إلى العين، الناموس يتجه إلى العين على المقدمة مع الصدارة الأولى. ولكن مياس مع هالي الخزنة، مياس مع هالي الخزنة على المركز الثاني. وينك يا أبو حمد؟ تعال واطمش على مياس وراعي مياس هنا على المقدمة مع المركز الأول في هذا الانطلاق في هذا المسار الجميل. غازي ولا مياس؟ مياس ولا غازي؟ ما
بين هناك ايضا الاثنين. مياس بدا يتسلل، مياس بدا يتسلل هنا في هذا المسار. عبيد بن علي بن سويدان المنصوري، خزناوي 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 على المقدمه مع المركز الاول. سلام 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 عليكم يا اهالي الخزنه، سلام عليكم يا اهالي الخزنه على هذا الحضور الجميل في شوط الجعدان للمحليات الاصايل. خزناوي هناك ايضا في هذا المسار، تهانينا والناموس سلالة مياس. مياس هنا ايضا الشيب، تهانينا ومياس معقال، تهانينا والناموس ثانيا القادم غازي سعيد بن سالم بن عامر العامري المركز الثالث. هناك الشيب قدم العرض الجميل، علي بن محمد بن سعيد على ايضا سويدن يتقدم هناك ايضا في هذه اللحظات. تهانينا والناموس راعي مياس على هذا الفوز الجميل والمستحق هناك ايضا.